مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم. كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين. اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكره قدم، لنستمتع بالاجواء، لنستمتع بهذه الليله الكبيره. هذه هي متعه كره القدم، الاجواء المشتعله في المدرجات. كل شخص يتمنى ان يكون من بين هؤلاء المشجعين، ان يكون جزء من هذا الجنون. اين انتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الاجواء؟ شيء غير عادي يا جماعة. بداية أحداث اللقاء. يسعى اللعبها مباشرة إلى الأمام، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. ضغط قوي وينجح في استعادتها، وتأكل قوي يسيطر على الكرة، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. يسدد الكرة، يلعبون ركنية قصيرة، كرة جميلة، فرصة للتسديد، يلعبها لمنطقة الخطر، يتعثر ويفقد توازنه. يحاول أن يسدد الكرة من هنا، كرة كانت صعبة بالتأكيد. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. سجل هدفان يمكن اعتباره هدف كلاسيكي. نتابع وإياكم المباراة بعد أن أصبحت النتيجة هدف مقابل لا شيء. يلعبها إلى الأمام، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة.
الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. النتيجة 1-0. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. يمر ويلعب كرة بينية. يحاول أن يلعب كرة بينية. العين الإماراتي يحصل على الكرة مرة أخرى. يلعبها ببراعة. بهذا الشكل جميل، تحب أن يكون عندك حارس مرمى بهذا المستوى. يلعبها طويلة. ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا. يلعب كرة على اليسار. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. كرة طويلة إلى الأمام. تسديدة من أول لمسة. يا له من تصدي من حارس المرمى. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. ركنية قصيرة. يلعبها داخل الـ18. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. شكر خاص للمهاجمين بعد التوصل إلى التسجيل قبل نهاية الشوط الأول. ثناء كذلك لأداء لاعبي خط الوسط، هم اللي يقدموا الهدايا. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. كرة إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. الكثير من التمريرات في وسط الملعب بدون أي محاولة خطيرة، بدون قدرة على الاستفادة من هذه السيطرة. تدخل جميل واعتراض أجمل. عدت الكرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. إمكانية مرتدة الآن. وهذه رمية جانبية. اليوم الأداء الدفاع غير عادي. مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. فرصة للتسديد. الله على هذا التألق لحارس رائع. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء.
تلعب الكرة إلى الأمام. يلعب كرة بينية. كرة طولية مباشرة للأمام. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. الكرة ملعوبة من مسافة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كرة طولية إلى الأمام. كرة طولية إلى الأمام. انتهت المباراة. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف. لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية، جدار برلين. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد. الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكرة، المتعة، الأداء الرائع. هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. شكرا لكم متابعينا الكرام في كل مكان، نلتقيكم في مباريات قادمة.